صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث، اليوم الخميس 24 اذار 2016. ضيفي في هذه الحلقه النائب دكتور نبيل الاولى، عضو تكتل التغيير والاصلاح. صباح الخير دكتور نبيل، اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه. طبعا اليوم الانظار كما دائما متجهه الى تكتل التغيير والاصلاح، الى خصوصا اليوم الى ما اصطلح على تسميته بالخطه باء التي يعد لها هذا التكتل. هل فعلا تستعدون للخطه باء؟ هل فعلا يستعد تكتل التغيير والاصلاح الى النزول الى الشارع، او التيار الوطني الحر الى النزول الى الشارع، والى يعني التركيز اكثر على مساله الميثاقيه وما الى ذلك من عناوين اساسيه عم بيركز عليها التيار، وبالنسبه له هي المدخل لحل ازمه رئاسه الجمهوريه. هل هذه الخطوات ستكون منسقه مع الحلفاء مثل القوات اللبنانيه ومع الحلفاء ايضا مثل حزب الله؟ هل من جدول هكذا تحركات فيما لو فعلا لجأتم لإلى؟ ماذا عن أيضا مصير رئاسة الجمهورية في ظل كل هذه التجاذبات؟ ماذا عن العلاقة مع الرئيس بري؟ كل هذه العناوين سنناقشها، إلى أين تتجه البلاد وإلى متى سيستمر هذا الفراغ، ونحن قد دخلنا اليوم يعني 25 اليوم ذكرى بدء المهرة الدستورية، الذكرى الثانية لبدء المهرة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. اليوم أيضا وصل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة منذ قليل إلى بيروت تحت عناوين كثيرة أبرزها موضوع النازحين، شبح التوطين، أكثر من نقطة أيضا رح نناقش فيها. أيضا في مواضيع إنمائية سنتطرق لها في هذه الحلقة، وأبرزها جسر جل الديب وكل الإشكاليات التي ما زالت تعترض البدء بهذا المشروع الحيوي للمنطقة. قبل الدخول بكل التفاصيل، جولة إخبارية سريعة مع زميلي كلارا ونبدأ من بعد حوارنا. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبسرنا ان رحب من جديد بضيفي انا دكتور نبيل الاولى، عضو تكتل التغيير والاصلاح. اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور نبيل. نبدا مباشره بما هو مرتقب، يعني كل الانظار تتجه، خصوصا وانه الجلسه 37 لانتخاب الرئيس لم تنتج رئيسا، طبعا كان هذا الامر متوقعا، ولكن ننتظر الخطوات التي تستعدون لها ما بعد هذه الجلسه. ماذا يحضر التيار الوطني الحر في هذا المجال؟ يعني قبل ما نحكي بالخطوات اللي ممكن انها تحدث، ما بدنا حدا يفكر انه نحن اي خطوه رح نقوم فيها هي نوع من انه هيدي هيك هوايه عم نعملها، يعني رح بتكون نتيجه معاناه عم يعانيها فريق كبير من اللبنانيين وشريحه كبيره من اللبنانيين عم نعانيها منذ فتره، منذ اتفاق الطائف الى اليوم. يعني بنعرف انه هناك شريحه، وخلينا نكون صريحين رغم اني انا ماني طائفي وما بحكي ما طائفيا، يعني مثل ما كنا بالسابق مندافع عن اي محروم بالبلد لاي فئه ولاي طائفه، اليوم نفس الشيء تصرفنا بهالشكل هيدا. هن المسيحيين، بنعرف انه وصلت اليوم، وصل الدور المسيحي بلبنان وبهالظروف بالذات مع التهجير المسيحي من تقريبا من كل الدول المشرقيه، ما بقى مسموح انه يبقى هذا التهميش بهذا الشكل. فاذا اي شيء راح يحدث هو نتيجه المعاناه، هي صرخه انه نحن كمشرقيين مسيحيين انه رايحين كمان على التهجير. عاده الانسان اللي بتلغي له دوره ما بقى يحس على حاله انه هو مواطن، بتصير عملية تهجير وبتصير هينة. اليوم هذا اللي عم بيصير، يعني عم بيصير في نوع من الغاء الدور المسيحي بلبنان لتهجيره من المنطقة. كلنا بنعرف اذا تهجر المسيحي من المنطقة يعني المنطقة ستدخل في حروب ما إلى نهاية. ما عم بتبالغوا دكتور يعني بهذه المخاوف وحتى يعني بوصف الوضع المسيحي بهذا الشكل، بوقت انه كل الفئات اليوم هي معرضة للخطر، كل الفئات تعاني مما تعانيه المنطقة، ولا يقتصر الأمر فقط على المسيحيين، يمكن لأنهم عدديا هني أقل، مش على العدد قد بس يعني مش على العدد ينظر لهم، مش على العدد بس، يعني بدنا نلاحظ أنه كل الأقليات اللي موجودة عندها إذا بدك نوع من الأبوي، يعني ناس تدعمها، عندها دعم خارجي، إلا المسيحي ما عنده دعم من مطرح. والمسيحي اليوم عم بيدفع ثمن انتشاره على كل الأراضي اللبنانية، مش بس الأراضي اللبنانية، في كل الدول العربية. المسيحي
موجود في هذه الدول وموجود بلبنان منه إذا بدك وجوده منه تكتلات مثل بقية الطوائف أو مثل بقية الشرائح. يا هل ترى لأنه هو موجود بهالشكل هذا المنتشر أصبح وين ما هو موجود أصبح أقلية يدفع الثمن؟ لا، هيدي منا مقبولة بقى. ونحن اليوم دفاعنا هو عن الميثاقية. شو هي الميثاقية؟ هلا بدي احكي فيها، بس هون بدي اسال لمين انت عم تتوجه هلا دكتور؟ يعني او حتى كلكم لمين عم تتوجهوا؟ يعني عم نتوجه في تجهيل للفاعل او في فاعل لا معروف؟ لا، في فاعل معروف من اللي الفاعل المعروف هو اللي تحكم بالبلد من سنة التسعين لليوم من بعد الطائف. كلنا بنعرف انه بالوقت اللي صار الطائف كانوا المسيحيين منقسمين على بعضهم وكانوا الشيعة منقسمين على بعضهم. من الذي استفاد من هالموضوع هيدا؟ هو الفريق يلي كان إذا بدك تابع إلى دول معينة، كان تابع وهو استفاد من هالموضوع هيدا. ليه؟ لأنه البقية كانوا في اختلافات بين بعضهم. فبقى هذا الموضوع اليوم ما بقى لازم يكون وارد، كان بفترة معينة. بعتقد أنه اليوم آن الأوان أنه نرجع نقوم بعملية إصلاحات وعملية نحن بين بعضنا كلبنانيين نقبل ببعضنا انه ما في حدا مواطن اول ومواطن تاني ومواطن ثالث. نحن كلنا سوا درجة واحدة، كلنا سوا حاملين هذه الهوية اللبنانية. فبقى منشان هيك اللي نحن عم نطالب فيه اعادة الميثاقية، يعني اعادة الدور اللي كل مواطن مفروض انه يلعبه على ارضه. هذا اللي نحن عم نطالب فيه. هلا هون طبعا في كتير مآخذ، يعني انه اولا في كتير نقاط بدي احكي فيها. بدي بلش بانه اذا كان اليوم في وضع فعلا في مشكله بالوضع المسيحي بلبنان وبالدور المسيحي، كتار اليوم يحملون القاده المسيحيين انفسهم مسؤوليه ما آلت اليه الامور، واليوم انتم تشتكون وانتم كنتم في السلطه. يعني العماد عون كان من ابرز القاده المسيحيين يلي كانوا بهداك الوقت، ويلي في كتار بحملوه من ضمن اخرين ايضا المسؤوليه عما آلت اليه الاوضاع التي أوصلتنا إلى اتفاق الطائف، و يعني ما تلا هذا الأمر من تهميش أو من إضعاف للدور المسيحي منذ التسعينيات حتى اليوم. وسمعنا حتى يعني النائب فرنجي بآخر جلسة للحوار قالها صراحة إنه إذا كان في مشكلة هلا بحقوق المسيحية يعني أنتم وصلتونا لهون بفعل أخطاء ارتكبتوها بفترة معينة من تاريخ لبنان. طيب فينا نحكي الأمور بكل صراحة. أولا العماد عون ما اغتصب السلطة بالسنة 88، وقتها قال كلنا منتذكر قال لهم كرة نار وكبيتوا لي إياها وتلقفتها أنا، صح ولا غلط؟ فإذا هالكرة النار هو سببها كان العماد عون شيء؟ مين كان سببها؟ كان في مشاكل بالبلد، هالكرة النار هو تلقاها وحاول هالكرة النار أنه يطفيها بأي طريقة من الطرق، ولكن المؤامرة كانت كبيرة بشكل أنه كانت مؤامرة على اللبنانيين ودفعوا ثمن المسيحيين وغير المسيحيين إذا بدك. فبقى ما فينا نيجي نقول إنه الجنرال عون كان موجود وهو كان السبب. العماد عون حاول بوقت من الأوقات إنه هالكرة النار اللي جاي تولع البلد حاول إنه تلقيها وحاول إنه يطفيها، ولكن القوة الخارجية كانت أكبر منه وأقوى منه. وقال على كل حال كلها بدنا نتذكر لمن قال لهم يستطيع العالم أن يسحقني ولن يأخذ توقيعي. ليش قال هالجملة؟ مش قال أنه كان في قرار دولة بإنهاء الدور المسيحي أو بإنهاء لبنان كدولة متماسكة؟ فبقى عم نيجي نحمله للجنرال عون شيء. احنا ما عم نقول جنرال فقط، عم نقول هو يعني من المسيحيين كلهم، المسيحيين يعني مشاكلهم انقساماتهم المسيحيين وصلتنا كانوا ضحية. المسيحيين كانوا ضحية مثل ما غيرهم كمان، لبنان كله كان ضحية مش بس المسيحيين. كان في قرار دولي، ما ننسى دين براون وكلهم سوا من أيام الرئيس فرنجية الله يرحمه كيف كلهم كان العرض أنه أنتوا كمسيحيين شو قالكم بواخر وفلوا. فبقى معناتها مش بلشت مع العماد عون، بلش مع الحرب اللبنانية، بلش من سنة 69، بلش حتى من 67 بعد الحرب اللي صارت نكسة 5 حزيران 6 حزيران. هيدا بلشت من هونيك وصار الوطن البديل عن فلسطين أصبح لبنان. هون القصة بلشت هون وصارت تجي يعني فصولا، صارت تقرب لوصلت لل 75 اللي كانت بين اللبنانيين والفلسطينيين، تحولت من بين صارت بين اللبنانيين
بين بعضهم بين مسيحي ومسلم، وبعدين صارت بين مسيحي ومسيحي ومسلم ومسلم. طيب. فإذا القصة ما نجي نحمل حالنا نحن اللبنانيين، لا، في مؤامرة دولية. شو صار بليبيا؟ الليبيين مسؤولين عن اللي صار بليبيا. شو صار بتونس بعد هالمؤامرة الدولية؟ هلا يعني أكيد على أكيد اللي عم بيصير. إذا مؤامرة دولية أنت كيف بدنا نواجهها هون؟ ما نحن بدنا نواجهها بهذا الحجم. ما هذا يعني اللي عم نجرب نقلهم لللبنانيين، إنه في مؤامرة دولية على اليوم عم تفشل. فشلت ب يعني تقريبا فشلت بسوريا، فشلت بالعراق، عم تفشل وين ما كان، عم تفشل باليمن. لهالسبب هيدا انه نحن كلبنانيين بالنهايه اذا بدنا نحافظ على بلدنا، خلينا نرجع نحن مع بعضنا نقعد ونقول بدنا بلد يكون لكل اللبنانيين، مش لفئه من اللبنانيين ولا لشريحه من اللبنانيين. هيدا نحن اللي عم نطالب فيه، مش لنا بس كمسيحيين، نحن عم نطالب لكل اللبنانيين ومن خلال المسيحيين يلي مهضومين. نعم. طيب هون بدي اسالك سؤال كثير يمكن يسالوا اليوم، كل هالمشاكل تحل إذا ما وصل العماد عون إلى رئاسة الجمهورية؟ يعني تنتفي قصة تهميش المسيحيين وقصة الحقوق والمؤامرة الكبرى على لبنان وعلى المسيحيين. مين قال؟ أنا عم بسألك. لا بس نحن ما عم نقول هالكلام، لأن عم يبدأ وكأنه يبدو يعني وكأنه الأمور كلها مختصرة بوصول الجنرال إلى رئاسة الجمهورية. لا مش صحيح، في خطوات. اليوم بنعرف أنه نحن المسيحيين في هذه المنطقة ككل عندها خوف. طيب كيف بدك تطمنيها للمسيحيين؟ بدك تجيبي رجل يعتبر في بيئته وفي مجتمعه هو الأقوى، طبعا هو الوحيد، هو الأقوى بين الموجودين، حتى يحسوا. هيدي أول خطوة تيحسوا المسيحيين أنه لا، نحن قدرنا نوصل الشخص اللي هو أقوى واللي بيمثل أكبر شريحة من المسيحيين. بس في خطوات أخرى بدها تصير بيننا وبين كل اللبنانيين، بين بعضنا كلبنانيين في وقت لاحق أكيد. طيب هي خطوة من الخطوات. نعم. هيدي وصوله. إذن هيدا هو جوهر ما يخطط له التيار هلأ لمواجهة هيدي المشكلة اللي تفضلت ووصفتها، ولكن بأي أسلوب سيواجه التيار؟ يعني شو الخطوات يلي فعلا ينوي القيام بها ويلي بإمكانها أن تكون ذات جدوى وأن فعلا تحقق هذه المطالب؟ بدي أقول لك شغلة، نحن ما حكينا ولا دقيقة حكينا بشي اسمه التقسيم، ولا ساعة حكينا بالسلاح. في البعض اتهمونا بأنه عم نطالب بحقوق المسيحيين، قالوا لنا نحن إذا بدكم تقسموا بنواجهكم بالسلاح. لأنه من فترة يعني تقريبا من أكثر من سنة كان في خطابات للتيار الوطني الحر أتت على ذكر الفدرالي وما إلى ذلك. يعني لا لا، بدي أقول لك شغلة، نحن ولا مرة حكينا بالفدرالية بالمعنى الواسع لكلمة الفدرالية، يعني التقسيم. نحن عم نحكي تطبيق الطائف. اليوم طائف حكي بالفيدرالية شيء، حكي باللامركزية الموسعة، صح؟ طيب أين هي من سنة التسعين لليوم؟ وين الفيدرالية؟ هذا اللي راح يوصلنا بعد شوي لنحكي بالإنماء بالمناطق. بيقول لك مثلا منطقة مثل متن الشمالي بتمثل 30% تقريبا وأكثر من 30% من موازنة الدولة اللبنانية. فينا نعرف أنه إدي عم بتستفيد منطقة المتن الشمالي من هذه الأموال؟ ماشي. فإذا نحن اللي عم نقوله، نحن مع اللامركزية الموسعة ومع أنه المناطق تساعد بعضها، ولا مرة نحن حكينا أنه نحن ننسلخ عن الدولة اللبنانية الأم. هاي ولا مرة حكينا. نحن مع أنه يكون في حكومة مركزية قوية، ولكن يكون في كمان صلاحيات للمناطق. فرنسا يعني فرنسا الدولة الكبيرة واللي طيب عم بتطبق ما يسمى باللامركزية، ريجوناليزاسيون اسمها. طيب نحن بلبنان عم نقلهم يا عم يطبقوها، ما بيطبقوها. طيب ليه ما طبقوها من الطائف لليوم؟ فينا نعرف ليه ما تطبقت؟ طيب اذا عم نطالب بتطبيق الطائف، الطائف بيحكي بانتخابات نيابية على اساس النسبية والدوائر الكبرى. طيب ليش ما عم تطبق؟ طيب هودي اللي عم بيحكوا بينادوا بالطائف اليوم. طيب وين اني من تطبيق الطائف؟ خلي بلشوا تحت هيدا العنوان. يعني بده يكون تحرككم او تحت موضوع تحت عنوان موضوع رئاسة الجمهورية تحديدا؟ لا 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 لا، مش قلت لك رئاسة الجمهورية نقطة ببحر مما يعانيه المجتمع المسيحي اليوم. ما بدي اقول الشعب المسيحي لانه كلنا شعب واحد بالنهاية. المجتمع المسيحي اليوم في لبنان وفي المنطقة عم بيعاني اليوم من الخوف على المصير. فبقى هيدي نقطة من
ألف نقطة بده يجي بعدها لإعادة الدور المسيحي تيكون دور فعال وليكون دور مثل ما بيقولوا بالفرنساوي تومبون، يعني يكون هو اللي عم بيلعب الدور اللي هو لإله هو التقارب وتقريب وجهات النظر بين كل الأفريقية. هذا دورنا نحن كمسيحيين. متى سيقرر التيار؟ مش دورنا نحن السلاح مثل ما البعض بده يواجهنا بالسلاح، نحن ما بدنا نواجه حدا بالسلاح. مين بده يواجهكم بالسلاح؟ في بعض طلع حكي بعض حكي انه بيواجه، ما بعرف مين يعني، بس انه طلع حكي بمواجهه بالسلاح. نحن منا جماعه سلاح، نحن عم نطالب بحقوقنا. فمنشان هيك برجع بعيد انه هي رح بتكون مطالب تطبيق الميثاقيه الحقيقيه، هي تطبيق الطائف، هي اعاده الدور المسيحي الى المنطقه مش بس للبنان. قلت لك هي نقطه اول خطوه نحن رح نمشي فيها. نعم، على كل حال حتى هذا الكلام يعني يمكن هلا كتار يعتبروا انه عم نحكي بلغه طائفيه، عم تحكي حضرتك انه عم تميز. بدي اقول لك شغله، لما كان في باردون شوي، لما كانوا يحكوا بالمحرومين وكنا نحن معهم بهالموضوع هذا، وبعتقد كنا نحن بهالاتجاه. لما صار في هجوم على بسنه 2005 وصار الاعتداء على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن نحن الوحيدين اللي بلشنا بهالموضوع هيدا. ولما صارت اعتداءات اسرائيل على كمان فريق من اللبنانيين، كنا نحن كمان السباقين لهالموضوع. فاذا ما عم نطالب شيء، نحن عم نقول يمكن اليوم عم نحكي مسيحيا لانه هو المسيحي المهمش، بس اذا كان اي فريق اخر في لبنان مهمش نحن موجودين لحتى ندافع عن كل الشرائح اللبنانية مش عن شريحة واحدة. نعم، رح تابع معك أكثر بالأساليب يعني المنوي اعتمادها، يعني رح تنزلوا على الشارع، رح تستقيلوا من الحكومة أو من مجلس النواب، شو رح تعملوا؟ ولكن قبل بدي أخذ اتصال معي مباشرة الناشط في حملة بيروت مدينتي جان قصير. صباح الخير. مرحبا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية بدنا نعرف عن حملة بيروت مدينتي، من هي هذه الحملة؟ من أنتم كشباب يعني ناشطون في هذه الحملة؟ شو هدفها ولماذا أنشئت أصلا؟ لكن حملة بيروت مدينتي حملة انتخابية هدفها واضح، تربح الانتخابات البلدية بيروت بأيار 2016. نعم. اللي أسسها واللي طلع بالفكرة هي مجموعة من الناشطين الأكاديميين الخبراء اللي اشتغلوا على بيروت بآخر 25 سنة مع كل مواضيع، موضوع التراث، المساحات العامة، السكن إلى آخره. نعم. وشافوا أنه هنا اليوم بإمكانياتهم أنه يحققوا مطالبهم أنفسهم، عندهم الحلول، عندهم برنامج، وقرروا يخوضوا هذه التجربة الانتخابية ليطبقوا برنامجهم بالست سنين. يعني بدكم تترشحوا للانتخابات البلدية المقبلة بأيار؟ هي بطبيعة الحال. نعم، طيب يعني أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، من يدعم هؤلاء الناشطين؟ من يقف وراءهم لكي يعني يمكن يؤمل أنه يقدروا يحققوا خرق ما في ظل سيطرة طبقة سياسية على كل المراكز البلدية خاصة في بيروت؟ يعني أنتوا اخترتوا مكان صعب. نعم، طبيعة الحال في شغلتين مهمين. أول شيء نسبة المشاركة البيروتي تاريخيا ضعيفة بتكون، ففي أكثرية صامتة ما عم تعبر عن رأيها، وفي ناس عندها طموحات كبيرة أن تتحسن الحياة بهي المدينة. بس لجاوب على سؤالك، اليوم بيروت مدينة اللي بيدعمها هو لا حدا حزبي ولا حدا سياسي بالمعنى التقليدي، هن الناس. هن الناس مثل ما قلت كانوا ناشطين شباب مثلي، خبراء، عندهم خبرة بهيدا المجال، وقرروا بس أنه هن يكونوا يعني ياخذوا الحل، ياخذوا المبادرة لهيدا الحل، وما يمثلوا أي حدا يطبق لهم مطالبهم بهالبساطة. يعني هي حملة مستقلة. نعم، طيب يعني عمليا شو مشاريعكم يلي ممكن انه تجذب هؤلاء المواطنين لحتى ينتخبوكم؟ شو قادرين تعملوا اكثر من يلي عم تعملوا البلدية الحالية؟ هلا فعلا اليوم البلدية الحالية غايبة تماما. يعني كنا بنتمنى بأدنى النفايات انه بلدية بيروت تجي تطلع تقدم حلول، خصوصا انه مثل ما بنعرف النفايات ومعالجة النفايات هو من صلاحيات البلدية بشكل عام، اللي اكيد انشالت بهالكم سنة. عمليا اليوم بلدية بيروت كثير غنية. يعني الارقام تتفاوت، بس عم ينحكى ب يعني حوالي المليار دولار بالخزينه غير عن الميزانيه القائمه. صلاحيتها كثير واسعه، طبعا في دور المحافظ اللي بيلعب دور، بس صلاحيتها كثير واسعه، ممكن كثير تغير الحياه اليوميه تبع الناس باحياء بيروت. فاليوم برنامجنا بيطرق كل المواضيع، من موضوع البيئه، موضوع النفايات، موضوع النقل، موضوع السكن، موضوع التراث، موضوع المساحات الخضراء. هن 10 نقاط فيكم تشوفوها على الموقع الالكتروني بيروت مدينتي.com، وبتشمل فعلا كل اوجه الحياه بهالمدينه.
نعم، هالحملة الموحدة كم ناشط بتضم تقريبا؟ هلا اليوم تقريبا اذا عم نحكي عن كل الاشخاص اللي عم بيشتغلوا بين ناشطين وخبراء والى اخره حوالي ال 700 لل 1000 يعني مع الاشخاص اللي حوالينا. وبلشت باواخر السنه الماضيه بتشرين الثاني تقريبا. نعم. وفقط يعني هي طبعا حمله اسمها بيروت مدينتي، ولكن يعني المشروع هو فقط لمدينه بيروت، ما في كمان مشروع انه النزول بلوائح بمناطق اخرى ايضا من لبنان؟ لا، بشكل اساسي هو مدينه بيروت، يعني بس نحن عم نترشح بمدينه بيروت. اكيد هيدي المبادره نحن بنتامل انه اشخاص ثانيين يستوحوا منها بضياعهم وبمدنهم ويعملوا يعني مبادرات شبيهه كثير، هذا بيكون ممتاز انه الناس تسترجع المبادره وهي تصير جزء من الحياه السياسيه البلديه. نعم، شكرا لك الناشط في حملة بيروت مدينتي جان قصير، أهلا وسهلا فيك، شكرا على هذه المداخلة. دكتور نبيل، بس بدي أختم موضوع التحركات بس تنعرف يعني ماذا تنوون أن تفعلوا، يعني هل ستنزلون إلى الشارع بعد عيد الفصح كما يقال؟ نزلة الشارع منا هواية بالنهاية، ومش هي الوحيدة اللي موجودة على الأجندة تبعنا، في أشياء أهم بكتير من نزلة الشارع. نحن منا ولاد شارع بالنهاية، ولكن بالنهاية كل الأمور محتملة، ما فيني أقول لك إنه هاي الشغلة رح نعملها وهي ما رح نعملها. كل الأمور السلمية اللي بنقدر إننا نقوم فيها بدون ما تأثر على السلم الأهلي نحن رح نقوم فيها. على أجندتكم أيضا يعني استقالات؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، قلت لك ما في شيء محدد. ولكن هل نعم، ولكن سواء كان استقالات أو شارع أو غيره، يعني هل بتشوف انه هالخطوات رح تكون ذات جدوى او هل رح تكون اصلا خطوات مقبوله من الجمهور؟ ما فيك تسالي من الجمهور، يعني ما فيك تسالي شو رح يكون العنوان اللي رح يجذب الجماهير هالمره؟ بدي اقول لك شغله، نحن بالنسبه لنا تحركنا هو بناء على طلبات الناس، مش تحركنا نحن كسياسيين انه نحن طلع بالنا نتحرك، قد ما الناس طلع دينا اليوم، ما بيصير الناس طالع دينا، انا بقول لك اياها بكل صراحه على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وكل هالأشياء، كل هالأمور هيدي بدي أقول لك طلع دينا للناس. اليوم لما بتلاقي ما شبابنا عم بتهاجر، ما بقى في حدا يعني الكل عم بهاجر، يعني الكل عم بهاجر، ولكن بتقولي لي كل الطوائف عم تهاجر، صحيح هالكلام. فنحن ردة فعلنا مشان هيك قلت لك مش بس محصورة بقصة الرئاسة الجمهورية أو بقصة كذا، لأنه وضع لا يحتمل، بدك تبلشي من نقطة معينة لحتى تحلحلي هالعقد اللي موجودة. إذا ما بلشتي من مطرح وضلينا قاعدين الوضع رح يضل هيك. طيب الوضع من هو المسؤول عن هذه الأزمة؟ بيحمل يوم الوضع اللبناني يعني واحد عم بيموت، بدي أقول لك شغلة، واحد عم بيموت ما عم بيموت موت بطيء، إذا جيتي اليوم تقولي له في عندك حلين، 50% إذا عملت هالعملية بتصح و 50% إذا ما عملتها بتموت. طيب لا، بس من الناحية الأمنية هلأ عنا استقرار اليوم، أي تلويح حتى بالشارع دغري يعني يتبادر إلى الأذهان بالنسبة لألكم الاستقرار، إنه في أي شارع في شارع مقابل لإله نعرف هالشيء على شو الشارع المقابل؟ ليش نحن اللي رح نقوم فيه ضد الشارع المقابل؟ معناتها اذا هالفكر بس موجود، بس انت نازل ضد مين لكينا؟ يعني الرساله لمين عم توجهها؟ الرساله للناس، الاطراف بالداخل، للناس من سنه التسعين لليوم استاثروا بالبلد ووصلونا لما وصلنا لإليه. طيب، مش بس لإلنا، بس هون الناس عندهم شارعهم كمان، باردون، مش ليش هذا شارعهم؟ مش عم بعين اللي نحن عم نعانيه؟ نحن ليش نازلين ضد الشارع هيداك ولا ضد فئه سياسيه طاغيه هي اللي متمركزة بالبلد من التسعين واللي خانقة البلد من التسعين واللي ورطتنا مليارات من الدولارات اليوم ديون على الدولة اللبنانية؟ أنا نازل ضد شارع البسطة أو نازل ضد شارع بس دكتور اليوم يعني هيدا. في رأي مقابل بقول أنه أنتم شاركتوا بالحكم من 2005 لهلأ، يعني شاركتوا بعدد كبير من الوزراء، ولا بعمره تكتل المسيحي أخذ هذا العدد الكبير من الوزراء، أخذتوا وزارات مهمة وحقائب، عندكم أيضا موظفين، خلونا نعمل شيء، خلونا نعمل شيء، واستفدتوا من هذه المناصب، خلونا نعمل شيء. سؤال بدي أقول لك، سد اللي هو 70% من ميته تجي على بيروت، يعني لسكان بيروت، عرفتي كيف؟ للكيدية فقط لا غير، بوقفوا سد أي تأملي بأي بلد بالعالم، إنه مثل سد جنة، إنه بيطلع ناس بيقولوا لك هذا منه بيئي، لك يا عمي
ما عم بفهم انا، السد منه بيئي؟ ليش؟ لانه في كم حرضون وكم سقيه وكم حي، معقوله انه هودي يختفوا؟ ما في ناس عم بتموت، في ناس بدها تشرب، بكره جايين نحن على صيفيه قاسيه. طيب انه كيف هالموضوع؟ كهرباء، منوقف بوجه الكهرباء، واللي بنعرف انه دايما عم ندفع مليارات من الدولارات قصه كهرباء، منوقف مشروع كهرباء؟ ليش؟ مش للكيديه السياسيه؟ طيب الغاز، النفط، ما كل هالامور هيدا عم نحكي فيها، عم نحكي نحن رايحين ضد شارع البسطه او ضد شارع طريق جديده؟ لا، ضد حكام كامشين البلد وهن ماشيين فيه، اللي منعين تصير رئيس جمهوريه، يلي منعين انتخابات نيابيه، يلي عم يمنعوا كل شيء بالبلد، نحن ضد هودي نحن نازلين، مش نازلين ضد الشوارع، مشان هيك اللي بيحكي شارع ضد شارع، ليش نحن نازلين ضد الشوارع؟ لا، هودي عندهم شوارعهم كمان، يعني هول الاشخاص اللي عم تحكي عن او الاحزاب او الطبقه السياسيه اللي عم تحكي عنها عندها شارع، ما هيدا اللي يعني اذا كان شارع بدكم بهالغباء هيدي، يعني ما تواخذيني على لبنان السلام، بدي لك اياه بكل صراحه، لما انا نازل دافع لك عن حقوقك بتقولي لانك انت مسيحي عم بتدافع لي عن حقوقي، انا ماني قابل انت مسيحي تدافع لي عن حقوقي، هاي بتذكرنا بالداعشيه. انا بتذكر في احد اصدقائنا كنا بفرنسا، كنا اعز الاصدقاء نحن وياه، كان من طائفه وكان متعصب من نوع من التكفيري اذا بدك، صحيح كان صاحبنا بس كان تكفيري، صار معه حادث سياره، ركضنا اول ناس لنعطيه دم، رفض ياخذ دمنا، قال لانه مش دم من 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 دينه، فنحن انه هلا نيل لان نحن مسيحيه بدنا ندافع عن حقوق كل اللبنانيين، ممنوع يعني مش مقبوله. طب متى نقطه الصفر يعني لهذا التحرك؟ بكل رح تعرف متى يتقرر كاترين، رح تعرفوا بكل شيء. ليش هالعجله بالموضوع؟ يعني اذا قلت لك بكره وما صارت بكره انه بكون انا كذاب يعني؟ لا يعني المقصود انه ناطرين معطيات معينه على اساسها بتتحركوا او لا، او التحرك اصبح محسوما؟ لا لا، التحرك محسوم، تحرك ولكن محسوم. نحن بالنسبه لنا قلت لك في تنقيحات معينه. نعم. في امور بدك شو موقف القوات اللبنانيه هلا يعني خصوصا وانت انا اللي بعرف انه القوات اللبنانيه اكيد هن معنا، مش بس القوات اللبنانيه رح يكونوا، في من غير طوائف رح يكونوا معنا. طب حزب الله شو رايه؟ ليش حزب الله ضد انه ترجع اعاده؟ لا عم بسال هو مع، لانه يعني مساله اذا كان في من ضمن الخيارات الشارع، يعني على طول في حذر، في محاذير لهكذا تحركات ببلد مثل لبنان. مطالبنا مطالب وطنيه 100%، ما بعتقد لا حزب الله ولا غير حزب الله هو ضد اي تحرك من اجل اعاده تكوين السلطه على اساس ميثاقيه وعلى اساس. نعم. يصير في دور لكل الناس بهالبلد يعبروا عن نفسهم. نعم، اسمح لي دكتور نبيل، بدنا ننتقل لمتابعه كلمه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء. فنصبت لهم مثال تواضع ومحبه، فاغسلنا أيها الصالح بقوة هذا السر، لأنه يليق بك أن تخلص شعبك، فنرفع إليك المجد وإلى أبيك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. نحن رح ننتظر ما إذا كان في كلمة طبعا بعد يعني رتبة الصلاة قائمة في هذه الأثناء، بانتظار أي كلمة للبطريرك الراعي. سننتقل إلى زميلي كلارا والجولة على الصحف، تفضلي كلارا. شكرا كاترين. نبدأ الصحف اليوم بالسفير وما كتبته في المانشات عن الانترنت وفضيحة الانترنت، تقول في مقتطفات مما كتبته: مع تدحرج حقائق هذه القضية يوما بعد يوم، تبين أن الفضيحة لا تتوقف عند حدود بضع شركات مخالفة، بل هي تتعلق بفوضى عارمة في كل قطاع الانترنت الذي فرخت على ضفافه شبكات مناطقية واسعة من المنتفعين وأصحاب المصالح بأحجام متفاوتة. ويؤكد أحد العارفين أنه لو كانت هناك دولة حقيقية لطارت الحكومة ومعها مجموعة من الأسماء الكبيرة بفعل عصف فضيحة الإنترنت التي بيّنت أن القطاع الأهم والذي سبق أن وصفه البعض بأنه نفط لبنان يعاني من أمراض الفوضى والاحتكار والاستئثار والإهمال، ليتحول إلى مصدر لاستنزاف الدولة بدل أن يكون رافدا لها. وفي معلومات السفير أن مغارة الإنترنت تضم عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغرى المتفلتة من القانون والأصول، إلى جانب تلك الكبرى التي استقطبت الأضواء
خلال الأيام الأخيرة، وإذا تشعب أنفاق ملف الإنترنت فإن المسألة لم تعد محصورة في ملاحقة أمنية أو قضائية لمتورطين في المخالفات، بل أصبحت تتصل بإعادة تنظيم شاملة لكل هذا القطاع الحيوي في بعده الأمني الحساس ومردوده المالي الكبير وقواعده الناظمة وشركاته المتناسلة، لا سيما أنه تضخم كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما بقيت آلياته متواضعة وقاصرة عن اللحاق بالإيقاع السريع لتطور سوق الإنترنت واتساعه. ولعل الشرط الأساسي لنجاح محاولة ضبط هذا القطاع الذي كان يتمدد بمعظمه خارج حدود جاذبية الدولة هو رفع الحمايات وتفكيك المحميات التي قد يتسلح بها أو يتلطى خلفها البعض للتهرب من المساءلة والمحاسبة، خصوصا أن هناك من بدأ يتخوف من وجود تغطية سياسية لجزر الإنترنت غير الشرعي في بعض المناطق والأطراف. من سفير إلى الأخبار، وفي موضوع أمن المطار، كتبت الأخبار: مطار بيروت كمطار شرم الشيخ قبل تفجير الطائرة الروسية. تقول الأخبار نقلا عن مصادر الداخلية أن مناشدة الوزير نهاد المشنوق لم تلقى أي تجاوب، إذ أن القوى السياسية في لبنان ليس من أولوياتها أمن المطار رغم معرفتها بأنه مسألة دولية. وأكدت المصادر أن تركيز المسؤولين البريطانيين في حديثهم مع المشنوق على هذا الموضوع هو الذي دفعه إلى الإعلان أنه فور عودته إلى بيروت سيخصص الأولوية لمعالجة الثغر لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وسببت تفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب التقارير الغربية. وشكى المشنوق في تصريح له أن التجاوب كان محدود في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة المطار. وعلمت الأخبار من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة تمام سلام أدرج هذا الملف كبند على جدول أعمال الجلسة المقبلة لبحثه. وفيما أشارت المصادر إلى أن المشنوق لم يشرح في مجلس الوزراء مكامن الخلل في أمن المطار، لفتت إلى معطيات تتعلق بكامل الإجراءات الأمنية من تفتيش الركاب والحقائب وتقويم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأمين البضائع. وتحدثت هذه المصادر عن الخلل الذي أصاب بعض التجهيزات الأمنية كأجهزة السكانر والكاميرات والنقص في عديد قوى الأمن الداخلي، كذلك مشكلة سور المطار الذي صدر قرار بتحسينه لكن تنفيذه تأخر، والأهم من ذلك كله المماحكة المستمرة بين وزارتي الداخلية والأشغال. في الموضوع نفسه كتبت النهار تقول نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية لفتت للنهار إلى أن النتائج الأولية لتجدد الأعمال الإرهابية في قلب أوروبا قد ينعكس ارتفاعا لمنسوب النقاش حيال آليات مكافحة الإرهاب، لا سيما مع دول الجوار التي تشهد حروبا كسوريا وليبيا، إضافة إلى تفعيل آليات ضبط حدود الاتحاد وخصوصا ضمن فضاء شنغان. ومع تسارع وتيرة التحقيقات وتبني تنظيم داعش لتفجيري مطار بروكسل، تترقب المصادر الدبلوماسية الأوروبية تداعيات هذه الاعتداءات على ملف اللجوء والهجرة أمنيا. وبدا واضحا، تقول النهار، أن تفجيرات بروكسل أعادت وضع أمن المطارات تحت المجهر، بينها الأمن في مطار بيروت الدولي. ومع تجدد الكلام الأوروبي على ضرورة تعزيز التعاون مع القوى المسلحة اللبنانية في أكثر من مجال. من النهار إلى The Daily Telegraph، ومع الأمن في أوروبا، تقول The Daily Telegraph تحت عنوان على أوروبا أن تتعلم دروس حول الإرهاب: بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت بروكسل هذا الأسبوع يتوجب علينا أن نتساءل هل كان بإمكاننا منع حدوث هذا الهجوم والتفكير عن الدروس التي يجب تعلمها. طرح هذه التساؤلات لا يضع أحدا في قفص الاتهام ولا يوجه أصابع الاتهام نحو أي شخص كان، بل هي فرصة للتأكيد على أن الشرطة والقوات الأمنية بإمكانها ردع اعتداءات مشابهة. وذكرت The Daily Telegraph أنه إذا لم نستطع التعلم من هجمات بروكسل فأن 36 قتيل الذين سقطوا على أيدي هجمات تنظيم داعش لن يكونوا آخر ضحايا هذا التنظيم في المدن الأوروبية.
إلى The Guardian التي أيضا كتبت عن هذا الموضوع، تقول إن العلاقات العائلية وارتكاب الجرائم هي ما يجمع بين عناصر تنظيم داعش، لافتة إلى أن الكشف أن منفذي الهجوم على مطار بروكسل هما الأخوان خالد وإبراهيم الباكراوي لا يجب أن يكون أمرا مستغربا بالنسبة لأي شخص، مشيرة إلى أن العديد من المحللين لديهم ثقة أن هناك عددا كبيرا من المراهقين والشباب المتورطين في جرائم صغيرة أو خطيرة، وممن تربطهم بعض العلاقات العائلية وهم من ضمن صفوف المتطوعين في داعش. وأكدت أن التنظيم جمع بين هذين الخاصتين بين عناصره، كاشفة عن دراسة أجريت بين عامي 2009 أو بالأحرى 2001 و2009 قبل بروز نجم تنظيم داعش. وأشارت هذه الدراسة إلى أن ربع المتشددين في أوروبا كانوا قد أدينوا بجرائم، وارتفعت هذه النسبة مع الوقت. نختم أيضا دوليا مع The Times البريطانية التي أكدت أن الشرطة والقوات الأمنية لديهم أدوارهم، إلا أنه يتوجب علينا العمل للحد من التطرف، وأن المناخ السياسي الذي يسيطر على الجو العام يعكس إيديولوجية تنظيم القاعدة. وذكرت أيضا The Times أن المسلمين هم أقلية في الغرب، لذا فإن الجهاديين يريدون أن يغضب العالم منهم بدرجة كبيرة سواء أردنا ذلك أم لا، وذلك كي يرانا الناس كمسلمين فقط. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتعرض أوروبا لمزيد من الاعتداءات، كما أن وكالات الاستخبارات في أوروبا تعمل بشكل متواصل لتأمين الحماية لمواطنيها، لافتة إلى أن الخدمات الأمنية في بريطانيا تتخوف من حصول عدة عمليات بصورة متزامنة، لذا فهي تعمل بشكل متواصل لمنع حدوثها. ورأت أيضا أنه في حال حدوث أي هجمات إرهابية على الأراضي البريطانية فإن ذلك سيؤثر بلا شك على القرارات السياسية وعلى عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ضد استقبال اللاجئين. بهذه الصحيفة البريطانية نختم جولتنا على الصحف. فاصل إعلاني، نتابع بعده الحدث وكاترين حنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي دكتور نبيل الأولى، نائب في التكتل التغيير والإصلاح. بدي توقف معك دكتور قبل ما تابع موضوع رئيس الجمهورية عند وصول بان كي مون صباح هذا اليوم إلى لبنان. طبعا رح نحكي بمضمون هذه الزيارة لناحية مسألة النازحين اللي رح تكون العنوان الأساسي في محادثات بان كي مون، ولكن أيضا كتار اليوم توقفوا عند يعني خرق للبروتوكول تمثل بعدم وصول وزير خارجية جبران باسيل لاستقبال بان كي مون على المطار، علما أنه بان كي مون كأمين عام للأمم المتحدة يعتبر وزير خارجية العالم، يعني هكذا يعرف عنه. فشو معلوماتك حول هذا الإطار؟ يعني لماذا لم يأتي الوزير باسيل؟ ما عندي معلومات، وانا بعرف انه الاستاذ جبران باسيل يعني الوزير باسيل ما بيتقاعس عن هيك شغلات. اكيد بده يكون صاير شيء حدث، وحسب ما سمعت انه عنده خاله متوفى وخاله مش كبير بالعمر، يعني نعم معقول يكون هذا السبب الاساسي يعني، بس ما عندي فكره ليش. نعم، بس حتى لو يعني في بلشت اصوات تنتقد انه يعني حتى لو ما حضر الوزير باسيل لاسباب يعني خارجه عن ارادته، اذا كان فعلا يعني في حاله وفاه احد اقربائه، ولكن لماذا لم يعني يتم ارسال وزير الخارجيه مثلا بالوكاله او يعني وزير اخر على الاقل من الحكومه؟ لانه مثل ما بنعرف انه تم تمثيل وزير خارجيه بالسفير وفيق رحيمي امين عام وزارة الخارجية والمغتربين. أمين العام يحل محل الوزير، أمين العام وفي رئيس الحكومة في كلهم. ما بعتقد لها الأهم، ما بعتقد في شيء سبب معين وراها يعني، ما بعتقد. طب شو أهمية هالزيارة اليوم للبنان برأيك؟ أنا مش أهميتها، أنا متخوف من هذه الزيارة. ليه؟ لأنه متخوف، لأنه في أمور سابقة كانت تحدث لما كانوا يجوا يعرضوا علينا بلبنان أمور، عرفتي كيف، وكلها بتصب دايما بخانة التهديد، أو بتقبلوا بهالشي هيدا أو أنتوا بتروحوا على الفوضى ببلدكم أو كذا. ما بعرف هني جايين يقنعونا بقصة النازحين وإبقاء النازحين في لبنان، توطينهم يعني بقصدك، يعني شكل من أشكال التوطين. ما راح يقولوا لك إياها مباشرة، ما هني دايما بيبرموا القصة إلا إذا جايين يحكوا بهالموضوع هيدا، لأنه بالنسبة لنا نحن كلبنانيين اي كلام عن النازحين هي عودتهم الى سوريا وباسرع وقت ممكن، لانه اليوم بسوريا صار في مساحات شاسعه وامنه. ما بفهم انا ليش ما عم بيرجعوا على بلادهم. قصه هيدي قصه المساعدات اللي عم بيعطوها، لانه في كتير منهم
صحيح عم بيقبضوا مساعدات وبنفس الوقت عم بيشتغلوا عم بي اذا بدك عم بينافسوا اللبناني على وظائف على الوظائف وعلى الشغل. ما بتفوتي على مطعم، ما بتروحي على ورشه، ما بتروحي، ما بقى في لبنانيين يعني. فانا بقول انه اليوم الحل الوحيد هو مساعدتهم للعوده الى بلادهم مش العكس. يعني اذا في اي مشكله هؤلاء الناس مع النظام، بعتقد اليوم النظام عم بيقوم بعمليه مصالحات واعفاءات عن الكل هؤلاء يعني الناس. حتى يلي هن معارضين للنظام برايك بيتجرأوا انه يرجعوا على مناطق يسيطر عليها النظام اليوم؟ لا لا، ليه ما بدهم يرجعوا؟ ليه ما بدهم يرجعوا؟ رجع كذا واحد صار في مصالحات ورجعوا، واليوم عم بقول لك انه مساعدتهم انه هالاموال اللي عم تدفعوها تيبقوا بلبنان دفعوا لهم اياها تيرجعوا على بلادهم. قولوا لهم يلي بيرجع له مساعدات على ارضه، بس مش انه نساعدهم على ارض غيرهم. هيدي انا بقول انه في عندي تخوف من هالموضوع. وبعدين ذاكرتنا بالنسبه للفلسطينيه بعد ما منمحت يعني اللي صار مع الفلسطينيين على اساس اجوا بشكل مؤقت، اليوم لهم اكثر من 60 سنه بعيد عن بلادهم. نعم، لكن بالنسبه للسوريين هلا يعني طبعا في ومساله التوطين في موقف موحد، يعني حتى الرئيس سلام نقل عنه انه سيكون موقف لبنان رافض للتوطين. قصه الفلسطينيين حازم بهذا الاطار. قصه الفلسطينيين موجوده بالدستور كاترين، برغم هيدا وكله بتعرفي انه الكلام عن التوطين كل يوم بسمعونا اياه. فبقى ما بامن بقى، مشان هيك قلت لك عندي تخوف. نعم. من هالموضوع هيدا. وإذا كان جاي يحكي برئيس الجمهورية بعتقد إنه مش هون، مش شغلته هو يحكي بهالموضوع هذا. هذه بالنهاية على كل حال بدنا ننتظر هلا لقاءاته. في عنده مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس الحكومة تمام سلام بعد الظهر، بانتظار يعني ما سيصدر من تصريحات ومواقف لبان كي مون يبنى على الشيء مقتضاه. بس بدي أشير إنه عم نشوف بالإطار الثاني من الصورة إنه البطريرك بشرى الراعي ترأس رتبة خميس الغسل اليوم بسجن رومي، شفناه من شوي عم بيغسل أرجل مساجين بسجن رومي. وتابع معك دكتور بموضوع الرئاسة، بدي أرجع للجلسة للوقائع يلي هيك عم نعيشها يوميا. امبارحة شفنا في جلسة، صحيح أنه عدد النواب انخفض مع أنه كانوا كتار خيفانين من نية يمكن للذهاب بالنصف زائد واحد للانتخاب أو يعني إلى زيادة الزخم. شفنا أنه العدد نواب تراجع عن الجلسة السابقة وكان أقل زخما بعشر نواب تقريبا، يعني كان أقل. وإنما بعض الأمور يعني وكأننا ندور في حلقة مفرغة، في مرشحين ما عم بينزلوا على الجلسة، مواقفهم معروفة، في مرشحين عم بينزلوا والأغرب أنه هن متفهمين مواقف يعني المرشحين اللي ما عم بينزلوا. شفنا امبارح الرئيس الحريري قال أنه مثلا نائب فرنجي له أسبابه له ظروفه، هو بيقرر أي متى بده ينزل، هو سيد قراره وسيد نفسه. أيضا الدكتور جعجع يعني بينزل نواب القوات ومنه عم بيزعل أنه العماد عون منه عم بينزل مع أنه هو مرشحه. يعني هذه الحلقة المفرغة يلي صارت مثل ما سميها النائب سامي الجميل امبارحة مسخرة، شو بتقول عنها؟ شو بدك تقول للبنانيين يعني و37 جلسة ما عم تنزلوا على المجلس؟ أول شيء ما عم ننزل على الجلسة، بدنا نرجع كمان بقول لك أنا دائما برجع للأساس. يا هل ترى حضرتكم بتلفزيونكم بتقولوا النائب الممدد لنفسه والنائب ممدد له. طيب انت يعني ممدد لك، مجرد انه تقولوا النائب الممدد له والممدد الممدد لنفسه، يعني هذا النائب سقطت عنه المشروعيه الشعبيه، صح ولا غلط؟ خلينا نحكي بديكسيونير هلا طيب. بقاموس معين. طيب اذا كنا نحن كنواب اليوم سقط عنا المشروعيه الشعبيه، طيب اذا رحنا تننتخب رئيس للجمهوريه، هذا الرئيس إذا لم يكن هناك تفاهم على هذا الرئيس، يعني تفاهم خرج عن نطاق المشروعية والشعبية وغيره، يكون تفاهم لبناني لبناني من كل الأفرقاء حتى اللي مش موجودين بمجلس النواب، بصير في تفاهم على رئيس جمهورية وينتخب هذا رئيس جمهورية شكليا من قبل نواب ممدد لهم وممددين لنفسهم. بس بصيروا بيكونوا شرعيين يعني؟ لا، ما قلت لك شرعيين، قلت لك شكليا عم بعطيها شكلي، بس ما انه شرعيين بالنهايه. اليوم الحل الوحيد اذا بدك نروح لانتخابات صحيحه وهيدا هو انتخابات نيابيه، نروح لانتخابات. طيب هذا مطلب لكم دائم، بس سالتكم امبارح الرئيس الحريري اذا هلا هالمجلس انتخب العماد عون بصير شرعي؟ ما بقول لك شرعي، ما هلا رح رد عليه. نعم. شغله ثانيه تحطي لي كمان نتخطى هالموضوع الشرعيه ولا شرعيه، طيب خلينا نروح الناس
هي تاخذ تحزم امرها وتنتخب الرئيس اللي بدها اياه، مين ما بده طيب يتخبر. هون عم ندخل بورشه طويله عريضه يعني دكتور، يعني كمان بدنا طروحات تكون قابله للتطبيق. عاملين انتخابات بلديه ولا لا؟ طيب بس هون عم تطرح تعديل الدستور، يعني الرئيس منتخب من الشعب. تعديل شو؟ تعديل الدستور. ولا مره عدلوا الدستور؟ دخلي كيف انتخبوا مش الرئيس وانتخب كيف انتخبوا من الرئيس سليمان؟ كيف انتخبوه؟ شو هالحكي؟ بنلعب بالدستور مثل ما صار الدستور طيب عندنا. بس هونيك كان في توافق، هلا في توافق بخلينا نمشي بانه رئيس منتخب من الشعب. هذا اللي عم نقوله. بدنا طروحات تكون قابله للتطبيق. فاذا ما في توافق على قانون انتخابي، ما في توافق على اساس انه يا عم اعاده تكوين السلطه. بما انه الرئيس الاقوى من كل الطوائف عم بيكون هو في مركز هذه السلطه من اجل اعاده تكوين السلطه، فاذا خلينا نروح للرئيس الاقوى مسيحيا يكون على راس هذه السلطه. ليش لما بيجي الدور للمسيحيه لا هذا نحن كلنا بنتقاسمه، اما بقيه الرؤساء لا هذا ما حدا يتعاطى. بس ولا مره تاريخيا كان الرئيس هو الاقوى مسيحيا. يا عمي ما كنا بالوضع اللي نحن فيه، ما فيني انا شبه وضع الحرب العالمية الثانية لا مثلا لوضع الحرب العالمية الأولى. تقصد يعني ما قبل الطائف هو غير ما غير ما الموضوع غير الطائف. ما أول شيء كان رئيس الجمهورية عنده صلاحيات بهداك الوقت، اليوم شو عنده صلاحيات رئيس الجمهورية؟ الصلاحيات القليلة اللي بقيت له كمان بدنا نمحي له إياها وندعوس عليها كمان. بس كمان دكتور لما عم تشترطوا نزولكم وانتخاب الرئيس وكل الاستحقاق عم توضعوا بسلة انه يا العماد عوندي اللي هو الاكثر تمثيل على المستوى المسيحي يا ما في رئيس للجمهورية، انت هون عم تكون امام خطر انه ما يكون في رئيس بالمرة، عم بتكون امام خطر انه هذا الموقع اصلا يفقدوا المسيحيين. في ناس سارقين لك حقك، في ناس سارقين لك حقك وبدهم يحافظوا على هالسرقة هيدي وما بده يردوا لك حقوقك. ما حدا اليوم مسيحي غير العماد عون ممكن انه يكون ممثل للمسيحيين حتى ولو كان ليس الاكثر تمثيلا. فاذا ليش ما بيقبلوا؟ شفنا شو صار وقت قصه المئاتي، الرئيس المئاتي تكسر البلد وانتو الاس ان جي تبعكم حرقوا لكم اياها. ليش؟ لانه اعتبروا انه اللي اجا لا يمثل المسلمين. ليش عم ليه منغمض عينينا عن اشياء ومنفتحها على اشياء تانية؟ نحن عم نقول هيدي المرحله مش عم نقولها تضل على طول، عم نقول بسبب الوضع اللي وصلنا له، الوضع اليوم اللي نحن عايشينه منه وضع طبيعي، خلينا لاعاده تكوين هذه السلطه بشكل يكون طبيعي او بشكل يعيد الثقه الى اللبنانيين بين بعضهم، خلينا مثل ما في الرئيس القوي المسلم والرئيس القوي الشيعي. طيب بس صرنا سنتين نروح على هيدي النغمة ما عم يمشي الحال. في ناس سرقيلنا حقوقنا، في ناس سرقيلنا حقوقنا، ايه سرقة، في سرقة بالبلد، سرقين حقوق المسيحيين. طيب ما هودي اللي اجوا من التسعين لليوم سرقوا حقوق المسيحيين. بس في عندك اليوم فريق مثلا فريق المستقبل مرشح مسيحي هو احد الاقطاب الاربعة، يعني انتم ببكركي اتفقتوا انه اي واحد بيجي من هالاقطاب الاربعه بيمشي الحال. قربون شوي، نحن بتقولي لي ببكركي اتفقنا. يعني ما عم نحكي اليوم برئيس لا يمثل أنا ابدا. انا بدي اقول لك شغله، بالنسبه لي انا ما عندي اي مشكله، بالعكس انا احترم الوزير فرنجيه ومن الاشخاص اللي بعزهم وبحترمهم واللي بدك اياه. الموضوع مش موضوع الوزير فرنجيه بالذات، هو الموضوع انه يا اما مثل ما بده الفريق الاخر يعني فريق الحريريه السياسيه يا اما مثل ما هن بدهم او ما في رئيس جمهوريه. هذا الموضوع هون، مش الموضوع بدي اقول لك شغله الوزير فرنجيه، الوزير فرنجيه لو تكون الامور صارت بغير هالطريقه اللي صارت فيها وبقول لك انه ما كان في اي مشكله وكان يمكن يكون هلا هو رئيس جمهوريه، ولكن الطريقه انه يا اما انا الشخص اللي بعرضه عليكم او ما في رئيس جمهوريه. بس انتو كمان عم تقولوا يا اما العماد عون يا انتو عم بتعطلوا، يعني كمان ما نحن عم نجي عم بيقولوا لكم ما فيكم تجبرونا بشخص واحد، خلينا نروح ويصير في عمليه عم ديمقراطيه. عم نجي من بعد ما صار اذا بدك ورقه التفاهم بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني، اصبح العماد وهو مرشح من قبل القوات اللبنانيه، اصبح العماد عون هو الاقوى مسيحيا، واحد. اثنين، على الصعيد الوطني بعتقد عنده تأييد على شريحة كبيرة من اللبنانيين للعماد عون. عرفتي شو يعني؟ صار عنده ثلاثة، عنده فوق 80% من المسيحيين، عادة فوق 60% بصير إجماع. عنده تأييد بالشارع السني؟
عنده 35% تأييد من الشعب الشارع السني. يعني هلا الإحصائيات طيب. بتختلف هون ما بدنا نفوت بأحلام، في إحصائيات ثانية له 5%. هلا أنا بدي أقول لك شغلة، طيب أنت عم تقيلي للسنة، طيب الشيعة ما قالوا دور ما قالوا اسم؟ بلا، ولكن طيب. نعرف إنه رئيس بالنهاية رئيس لكل اللبنانيين، منه رئيس للمسيحيين فقط. 85% من الشيعة يؤيدون العماد هون، 85% من المسيحيين يؤيدون العماد هون، طيب في 5% عم بتقيلي لي أنت بالسنة بس طيب. بيعيدوا العماد هون، طيب إنه ما بننتخب العماد هون لأنه هناك فريق بخص الحريري منه قابل ميشيل عون ما بننتخبه؟ لا بس اليوم اللي عم بينحكى اذا في يعني. مرشح ثاني قادر يكون من كل هالطوائف ياخذ، قادر يكون مقبول يعني من كل هالطوائف. بدي اقول لك شغله، بتقولي لي قادر انه يكون، ليش لما يكون المسيحي بدي فتش انه الكال يكونوا قابلين فيه؟ وبنعرف انه الدور اللي رئيس الجمهوريه اللي عنده اياه اليوم دور كثير، القصه قصه مبدا، ما عادت قصه. طيب بس ما بتخافوا دكتور انه هيدا الكباش يودي اخر شيء انه يفقدوا المسيحيين هذا الموقع الاول لهم بالبلد؟ ما حدا يهددنا بهالشغله، حتى هلا الفراغ بحد ذاته هو خساره للمسيحيين. ليش ايام الرئيس يعني هذا هو الموقع المسيحي الاول؟ ايام الرئيس سليمان ما كانش فراغ، يعني انه شو كنا عايشين، يعني عايشين المن والسلوى كنا، يعني ما قدرش يحط مدير عام، شو الحكي هيدا؟ بدي اقول لك شغله، اليوم الوضع اللي وصلنا له منه بقى في قصه مبدا اليوم، يا بدنا ان يكون في اعاده تكوين للسلطه بشكل ما يكون في مواطن درجة أولى ومواطن درجة تانية، أو البلد رايح لمحل مسؤولين عنه لليوم اللي عم بيعطلوا هذا الدور. بس اللافت أنه حليفكم اليوم يلي هو دكتور جعجع ما بيحمل الفريق اللي أنتوا عم تحملوه المسؤولية، بيحمل حزب الله مسؤولية تعطيل الانتخابات. أنا عم بعطيك رأيي، هو يعطي رأيه بدي. لا بدي أسمع رأيك برأيه، يعني هو اليوم بالنسبة له حزب الله عم بيعطل. أنا مش موافق، حزب الله لا يريد انتخابات. أنا مش موافق معه على هالموضوع، أنا مش موافق على الموضوع. طيب شو عم يعمل حزب الله لحتى يوصل عماد عون إلى الرئاسة؟ شو بدهم بينزل على الشارع تقولوا له القمصان السود؟ شو بدك يعمل؟ يعني هل فعلا يعني حزب الله اليوم عم بيجرب يستعمل الديمقراطية على الطريقة اللبنانية، لأن الديمقراطية الحقيقية هي عند الشعب، عم بيستعمل الديمقراطية اللبنانية اللي هي اسمها ديمقراطية التفاهم، مزبوط، التوافقية، إذا عم بيجرب يستعملها أصبح هو ضد، فهمه صار فهمه 20 مرة. هو عم بيقول نحن ما بنضغط على حلفائنا، ولكن ما بدنا نقول ضغط، بس ما بيقدر يطلب اليوم من الرئيس بري إذا لو يطلع حزب الله ويقول أنا أرشح على عماد عون، كان اليوم العماد عون هو مرشح حزب الله، بس طلع العماد عون الفريق اللي بمع العماد عون تكتلنا هو اللي رشع على العماد عون وأيد ترشيحه حزب الله، ومثل ما أيد ترشيحه القوات اللبنانية أيدت ترشيحه، فإذا العماد عون هو مرشح تكتل تغيير وصاء ومؤيد من قبل حزب الله من قبل هوديكي، ولكن حزب الله ما بيقدر هنا بدك ينزل على الشارع بالقوة السلاح، هذا البدونية ما عم نقول بقوة طيب السلاح. طيب شو بده يعمل؟ يعني عم بينحكى انه ما في اقتناع انه فعلا حتى ولو كرر السيد نصر الله هالامر، بعد في ناس مش مقتنعة انه حزب الله ما بيقدر لا يمور ولا يطلب المسيحية من الرئيس بري او من الفلاسفة انه المسيحية يدعمه. استعمال المسيحية فقط على المسيحيين، عرفتي كيف؟ انه بدون المسيحيين بنمشي بكل الامور، بس الامر يخص اي طائفة اخرى بلبنان، عرفتي شو؟ تصبح العملية لا مسيحية من وقفها. افترضي حزب الله اليوم وحركة أمل والبقية من المسيحيين قالوا بدنا ننزل، وما نزل الحريري على مجلس النواب، بصير في انتخابات. يعني يقال انه لما حتى الرئيس بري ولما بصير في اجماع اكثر بصير كمان محرج تيار المستقبل. الرئيس بري بس هلا مش بس المستقبل ما بده العماد عون، طيب نائب جملاط مستعد ينتخب فرنجيه حسب ما عرفنا، الرئيس بري مستعد ينتخب نائب فرنجيه. اللي بده يبلش مين ينتخب هو المسيحي بالاول، اللي عم بقول لك اياه بالنسبه للرئيس بري، اذا مين قال لك الرئيس بري اذا في صار في انتخاب مش حيصوت الا العماد عون، ولكن عم بقول لك اذا كان التصويت للعماد عون وما نزل الحريري على جلسه مجلس النواب بتصير؟ هو هني عم بيقولوا نحن ملتزمين ننزل، عم بيكرروا هذا الامر حكي. اليومي هيدا حكي كذب لانه مش صحيح هالكلام، هيدا ما بينزلوا، حتى الرئيس بري ما بيعمل جلسه، مرقنا بعده قانون الانتخاب بما انه عطلوا الجلسة ما اجوا على الجلسة مع انه كانت جلسة فيها النصاب فيها كل شيء،
بما انه الفريق اللي بخص الحريري ما اجى على الجلسه، الرئيس بري وقف الجلسه ليه؟ بس ساعتها، لان قال ساعتها ببين مين عم بيعطل. انا ما بخدع على نفسي، باردون، قال انا ما بخدع على نفسي انه انا اعمل جلسه بغياب مكون اساسي. طيب من بس بما انه فليش بيكون الدور عند المسيحي؟ لين بيكون الدور عند المسيحي تصبح عظائم الامور لانه المسيحي ما، وبنعمل جلسه وبتكون مسيحيه وبكون كل شيء مزبوط؟ لا، في شيء خلل بالبلد، في خلل. المسيحيه اما تطبق على الجميع او لا تطبق على احد. طيب وبعدين لوين رايحين؟ يعني اذا انتم تحركتوا رح تخلوا المستقبل يقبل بالعماد عون يعني بيكون هذا هو الحل يعني؟ كاترين بتحمل مسؤوليه ما يمكن ان يحدث في المستقبل. بس شو ممكن يصير بالمستقبل؟ ما بعرف الامور، ما كيف تتدحرج الامور، ما حدا بيعرف. هاي المشكله، انه نحن حفاظا على هذا السلم الآلي، حفاظا على كل شيء، عم نقول لهم خلينا نقوم بعمليه اعاده تكوين لهذه السلطه، خلينا نرجع نقعد مع بعضنا، خلينا ما بدهم. بركي نحن كمان ناطرين تطورات الاقليميه هلا بدنا نشوف. نحن مش ناطرين حدا، العمليه السياسيه اللي عم ينحكى عنها بالمنطقه مش مرتبطين بحدا. ما شئنا اما بينا نحن مرتبط، ما فينا نكون منفصلين عن المحيط. طيب اللي مرتبط ينطر، لكن ليش مستعجلين؟ اذا هيك ليش بده يحملونا مسؤوليه لنا؟ حملوا مسؤوليه للي عم بيصير بالمنطقه. اسمح لي توقف مع فاصل اعلاني دكتور نبيل ومنتابع من بعده، ابقوا معنا. منتابع مشاهدينا هذه الحلقه مع ضيفي انا الدكتور نبيل الاولى. دكتور نبيل، بنحكي بختام هذه الحلقه مثل ما قلنا بشؤون انمائيه ابرزها جسر جل الديب، بنعرف انك متابع بشكل تفصيلي لهذا الموضوع، في مشاكل حول هذا الجسر، يعني يمكن كل شيء احنا عم نفهمه هو ال والاو، وسالتك انا انت مع ال ولا مع الاو، فرح ارجع اسالك نفس السؤال، يعني حضرتك مع ال ولا مع الاو، وين المشكله؟ لا لا انا مع الزد، وين العرقله؟ انا مع الزد بالاخر. بدي اقول لك شغله، المشكله لا بال ولا بالاو، بكل الضيعة بلبنان وبكل العالم الجسور هي بتقرب الناس لبعضها. إلا عنا بجل الديب بتبعد الناس. الجسور بتبعد الناس عن بعضها، واحد. اثنين، في ناس ما عندهم ولا حيسية حبيني بينه، بيقول لك بلكي صار نطلع على هالجسر ونصير نصرخ ونعمل لحالنا حيسية. أولا قصة جسر جل الديب في مشكلة بالإنماء والعمار من الأساس. شو المشكلة؟ مشكلة الإنماء والأعمار إنه قرروا يعملوا بسنة 98 إنه يعملوا جسر بشكل 2L، يعني جسرين، واحد للظهرة واحد للفوتة على جل الديب بشكل L. هلأ بسنة 98 هلأ الشكل هيدا من الجسور كان صالح، ليش؟ لأنه كان عدد السيارات والناس اللي ساكنين قاطنين في هذه المنطقة أقل. كان عدد أقل بكتير من ما هو اليوم، من 98 لليوم انضرب بأربع وخمس مرات العدد. ممكن انه هالتنين ال اللي بده يفوتوا على قلب جل الديب اللي هن مقررتهم للانماء والاعمار انه يسببوا نشيل السير عن الاوتوستراد انكبوا داخل المناطق. هيدا اول من اعترض عليه كنت انا اعترضت عليه، قلت لهم لا ما بيصير، لانه هيدا ما مستقبليا ما بيكفي. اذا ما عملتوا شيء على الاوتوستراد ممكن انه هيدا تخنق الضيع جوا بعجقه السير. وهون كان طرح لإلي انا والانماء والاعمار موجود وكل انه نعمل اي اثنين، يعني اي يعني اشانجور اذا بدك، هو شكل اشانجور اثنين على مدخل جل الديب الاساسي اللي هو المدخل التاريخي لهالمنطقه هيدي. فحكينا فيه، صارت في ناس لا بدهم كانوا تونيل تحت الارض، وناس بده يعملوا شانزليزيه، وناس ما بعرف شو بدهم يعملوا. المهم انه ما زبط التونيل لانه منطقه كثير فيها ينابيع وغيره، ما زبطت. راحوا للاي على اساس الاي، وبكل القرارات اللي طالعه على مدخل بيقولوا على تقاطع جل الديب، يعني تقاطع جل الديب هو المدخل التاريخي لجل الديب للبلده، اتفق عليه. واذ بعهد الرئيس ميشيل سليمان هذا الجسر اللي كان على تقاطع جل الديب اندفش، صار بعيد عن نهر الموت شي 700 متر. هذا اللي عم بينحكى فيه هلا، اللي عم بينحكى فيه الاولى من الشونجر، بعيد عن نهر الموت 700 متر. يعني هيدا الجسر ما، طب ليه اندفش؟ ليه يعني تغير مكانه؟ والله انا بعرف انه في ناس عم يقال، ما بعرف، انه في ناس راحت لعند الرئيس سليمان وطلبت منه انه هيدا الجسر يندفش لانه بده ينعمل قدام قدام بيوتها، مع انه ما بياثر عليه. ناس نافذين يعني، اكيد نافذين. ايه؟ اكيد، مش انا ما عندي اراضي لا بجلدي ولا بغير جلدي، فهن بالنسبه لهم انه هيدا ممكن انه
يأثر لهم على أملاكهم، يطلع جسر بوجهن، مع أنه طيب شو المشكلة لما تغير مكان الجسر؟ تغير مكانه، راح لمحل، هالمحل اللي راح عليه مضطرين يعملوا ما يسمى بردو سيرفيس، طريق سيرفيس، يعني كيف قدام الأبيسي؟ مثل قدام الأبيسي جل الديب كلها طولها من أولها لأخرها كيلو متر و700، يعني إذا عملوا واحدة من تبع الأبيسي كل هالمحلات اللي موجودة على يمين الأوتوستراد، مع أني أنا بعتبره منه أوتوستراد بقى هيدا، يعني هي المحلات عم تسبب عجل سير، بدو يعملوا هونيك نوع من ردو سيرفيس، بدو يسكروا على محلاتهم. في ناس قامت قيمتها أنه أنتوا عم بتعطلونا بأرزاقنا وبكذا وبكذا، وراحوا حطوه بأضيق مطرح، المطرح اللي حطوه فيه فيه استملاكات كتيرة، يعني أصبحت كلفة الاستملاكات 60 مليون دولار إذا بدي يعملوا اثنين، يعني كل جسر الاستملاك تبعه 30 مليون دولار. بالوقت هو الجسر بحد ذاته وين ما بدهم يحطوه كلفة الجسرين 12 مليون، يعني المشكلة مش بتكلفة الجسر، بالاستملاكات اللي المطرح حطوها. ما مشان هيك اللي نحن عم نحكي القصة منا قصة مشكلة مع الاي او الال او اي شغلة، المشكلة انه اصلا بمكان اقامة الجسر، مكان اقامته اللي في ناس عم بيقولوا نحن متضررين، عم بي في 30 مليون ورافعين دعاوى على مجلس الشورى الدولي وغيره، مما سيؤخر عملية تنفيذ هذا الجسر. لأي متى؟ الانماء والاعمار ما بدهم يعملوه من الاساس، حطوا هالمشكلة هيدي لحتى اللي تقوم قيامة الناس، ناس معه وناس ضد، يصير في دق ال ودق ما بعرف شو، تيقولوا لهم طالما انتم مختلفين نحن ما راح نعمل شيء. وهلا اني هيك عم تقول في دعاوى امام مجلس، في دعاوى من الناس بقدام مجلس الشورى الدولي انه عم بيجوا يستملكوا لنا اراضينا والاسعار مش يعني قصه طويله عريضه، قصه الاسعار وقصه مافيا الاسعار واللي بدك اياه. في ما في مشكله فيها هذا الموضوع، نحن عم نقول لهم للانماء والاعمار يعني ردوا على التقاطع الاساسي تبع جل الديب، كلفة الاستملاك أقل بكتير، يعني لا كلفة الاستملاك ما بتتعدى العشرة، هلا كانت لو يعملوه من 6 سنين و7 سنين وقت اللي حكينا بالموضوع كان كلفتها شيء 3 مليون و700، اليوم اعتبري صارت 10 مليون، بس منا 60 مليون. شفتي شو هو التكلفة؟ مش بالجسر، تكلفة بالاستملاكات، وفي ناس عم تقول أنا متضررة من هذا الاستملاك. والدولة بتقلك أنا ما معي مصاري. هلا بدي عودة إلى مجلس وزراء من أجل تغيير مكان الجسر يعني، ولا صراحة أنا في حال يعني بده يعاد النظر بهالمشروع؟ صراحة هدا أنا بالنسبة لإلي إلي بدي ما عاد تتعطيت بالموضوع، لأنه أصبح الموضوع وكأنه نبيل الأولى هو اللي عنده مشكلة على هذا الجسر. أنا لا فرقاني معي لا الإي ولا الأل ولا الزاد، فرقاني معي في منطقة محاصرة اللي هي اسمها المتن الشمالي، محاصرة من كل الاتجاهات، محاصرة من جهة نهر الموت، محاصرة من جهة جل الديب، محاصرة من جهة أنطلياس والنقاش، محاصرة من كل الاتجاهات. أنا اللي بدي يفرج عن هذه المنطقة اقتصادياً وإذا بدك عائليا، والناس تقدر تفوت على بيوتها، مش كل يوم يحرق أعصاب واحد ساعة ساعة ونص لحتى يفوت. هذا اللي أنا بدي إياه. وبعدين في أنا من يلي بيعانوا يوميا من وقت ما نهد الجسر، عندي معاناة يومية، أنا اللي عم عاني. وبعدين هدت الجسر لأنه في ناس بيقولوا نبيل أولى هو اللي مش مزبوط، في قرارات مأخوذة من بلدية جل الديب وقرارات مأخوذة من قبل الاي ام ام ومن قبل المحافظ ومن قبل الحكومه اللبنانيه. هيدا شو بتقول انه الجسر يجب ان يهدم، يعني بيقولوا في وجوب ازاله الجسر الحديد القائم حاليا في مهله اقصاها 31/1/2012، خاصه انه يشكل خطرا دائما على السلامه العامه وهو معرض للانهيار في اي لحظه. يعني انا مش انا، هيدي جمهوريه لبنانيه، امانه عام مجلس الوزراء، مش نبيل نقولة اللي عم بي اللي راح حمل فك براغي وبنسى وراح فك الجسر، مثل ما البعض بيقولوا نبيل نقولة فك الجسر. وبعدين في قرار من قبل البلدية، هيدا من قبل البلدية اللي اجتمعوا، موجودين من اللي اجتمعوا هن المهندس الياس فؤاد البجاني عن بلدية جل الديب، المهندس فادي نصيف أبو جودي عن بلدية جل الديب، المهندس إليل حلو عن مجلس الإنماء والأعمار، المهندس إلي عماد عن الاستشارة المكلف من قبل مجلس الماء والأعمار دار الهندسي نزيه طالب، رئيس بلدية جل الديب السيد إدوار زارد أبو جودة، رئيس بلدية الزلقة السيد ميشيل أساف المر. يعني كل هودي قرروا أنه هن يشيلوا للجسر ويعملوا جسر غيره. شو خص نبيل الأولى بالموضوع؟ نبيل الأولى حاول أنه يشيل الضرر على المنطقة،
انه الدول بالشكل اللي انتم عم تعملوه نعم. اليوم ما عادوا صالحين بهالمكان هيدا وبالطريقه اللي بدكم تعملوه. شوفوا كيف بدكم تعملوا الطريقه لما تزعجوا المنطقه من جوا، تشيلوا الضرر عن الاوتوستراد وتحطوه جوا. على كل حال مثل ما عم توصف الوضع يبدو انه المباشره بتنفيذ هذا المشروع دونها الكثير من العقبات وسننتظر طويلا يعني متامل اول شيء جسر جديد. يعملوه ساعه اللي بدهم وين ما بدهم بالنهايه، بس بدك هلا الدوله كل شيء ما معهم مصاري معهم 21 مليون دولار، بدهم 72 مليون دولار للمياه والاعمار تيبلشوا. ما بعرف منين بده يجيبوا المصاري، وان شاء الله يامنوا المصاري ويعملوا الجسر اللي بدهم اياه، بس المهم انه يفكوا عن هذه المنطقه الحصار ويبطلوا كم واحد مستفيدين من هالموضوع هيدا، تيجعلوا لحالهم مكان يطلعوا ويحكوا ويتعرضوا للشرفة بالبلد. نعم. هيدا اللي مطلوب اليوم وبس. نعم. على كل حال بدي اشكر حضورك معنا اليوم دكتورنا نبيل الاولى، انا في تكتل التغيير والاصلاح، اهلا وسهلا فيك من جديد في هذه الحلقه. ايضا بشكر المشاهدين على متابعتكم برنامج الحدث لليوم. نحن رح نتابع مع رتبه خميس الغسل التي يتراسها البطريرك بشارة الراعي مباشره من سجن رومي.